أسأل الشيخ عن يوم الذبح، يوم العيد اي يكون الذبح بعد صلاة العيد، ممكن يعني يكون اليوم الثاني والثالث الأضحية ولا الهدي تقصد اليوم يا الأول؟ عبد العزيز من هولندا؟ يسأل عن ذبح يبدو الأضحية في يوم العيد، يقول هل يجوز أن يؤخرها لليوم الثاني أو الثالث؟ نعم، يجوز أن يؤخر الذبح إلى اليوم الثاني والثالث والرابع، أي أيام التشريق، فكلها أيام ذبح في ليلها ونهارها، والمبادرة إلى الذبح في أول يوم هو السنة، لكن لو أخر إلى ما وراء ذلك من يوم التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر، فإنه يصيب بذلك السنة.